المسح الأرضي. نظام المسح الأرضي هو نظام جديد كلياً بأجهزة ميجا ديتكشن الجديدة بتكنولوجيا جديدة ومطورة. يساعد هذا النظام المستخدم على مسح الأرض وإنشاء رسم بياني ثلاثي الأبعاد على شاشة الجهاز أو عبر الكمبيوتر اللوحي التابلت. يمكن لهذا النظام أن يجعل البحث والعثور على الدفائن والتجاويف الموجودة تحت الأرض مثل الأنفاق والسراديب أمراً سهلاً للمستخدم بسرعة أكبر ودقة أكبر. تركيب الجهاز. أولاً قم بإعداد الوحدة الرئيسية ووحدة الذراع. ملاحظة: قم بتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. ثانياً، قم بتجميع الماسحة الأرضية MGS6C والذراع السفلي باستخدام البرغي والصامولة المحددة. قم بإدخال الذراع الأوسط داخل الذراع العلوي. ثالثاً، ضع الجهاز على الحامل الموجود على الذراع. قم بملائمة الوحدة الرئيسية وسكة الحامل بشكل متوازي. ضع الوحدة الرئيسية في سكة الحامل حتى تسمع صوتاً من دبوس القفل. لتلائم درجة عرض الوحدة الرئيسية على الحامل، هناك خيار يمكن للمستخدمين استخدامه. أولاً، قم بفك البرغي الموجود على الحامل في عكس اتجاه عقارب الساعة. ثانياً، قم بملائمة الوحدة الرئيسية حسب الدرجة المفضلة، وأغلق البرغي مرة أخرى. رابعاً، قم بتوصيل كابل الماسحة الأرضية بقاعدة موصل. وحدة توصيل للحساسات. خامساً، قم بتوصيل البطارية بالحامل اليدوي مسند الذراع بحيث يكون مشبك البطارية في مكانه المحدد. سادساً، قم بتوصيل البطارية بالجهاز. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. اختيار النظام. اختيار النظام. لبدء استخدام نظام المسح الأرضي، حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية. بعد تحديد نظام المسح الأرضي من القائمة الرئيسية ستظهر شاشة جديدة لتحديد الجهاز الذي سيتم عرض النتائج عليه، وهناك خياران وهما الجهاز والتابلت. يعني تحديد الجهاز في هذه القائمة أنه يمكن للمستخدم رؤية النتائج على شاشة الجهاز مباشرة. تحديد التابلت في هذه القائمة يعني أنه يمكن للمستخدم رؤية النتيجة على جهاز الكمبيوتر اللوحي المرفق مع الجهاز الذي يتضمن تطبيق مالتي فيجوال أناليزر لعرض النتائج بشكل رسومي. الإعداد لعرض النتائج على شاشة الجهاز. وضع المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم اختيار وضع المسح، وهناك خياران. أولاً، الوضع اليدوي. يقوم المستخدم بإجراء عملية المسح يدوياً، أي يسجل القياسات يدوياً عند كل نقطة مسح. ثانياً، الوضع الأوتوماتيكي. في هذه الحالة يقوم الجهاز بإجراء المسح أوتوماتيكياً بدون تدخل المستخدم، حيث يقوم بمسح النقاط تلقائياً مع فاصل زمني بين كل نقطة. فقط يلزم الضغط على زر البدء عند الانتقال بين الخطوط.
لاختيار وضع المسح المناسب استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط مفتاح OK. مسار المسح. في هذه الشاشة يمكن للمستخدم تحديد اتجاه مسار المسح الذي يشتمل على خيارين. أولاً اتجاه واحد، يتم إجراء المسح لكل خط بنفس الاتجاه، أي تكون اتجاه إجراء المسح وفق خطوط متوازية وبينها مسافة. ثانياً تبادلي، في هذه الحالة يكون بداية خط المسح التالي عند نهاية خط المسح السابق مع ترك مسافة، أي أنه يتم مسح كل خطين متتاليين باتجاه معاكس. حدد وضع مسار المسح المفضل لديك باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط مفتاح OK. قياسات منطقة المسح. يمكن للمستخدم اختيار أبعاد منطقة المسح باستخدام هذه الشاشة، وهي العرض خطوط المسح، وهو عدد خطوط المسح، ويمكن تعيينه باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل ثم اضغط على مفتاح OK. الارتفاع، وهذا الرقم يعبر عن عدد خطوات أو نقاط المسح لكل خط، ويمكن تغييره باستخدام الأسهم أعلى أو أسفل ثم الضغط على مفتاح OK. لفهم الفرق بين الخطوط والخطوات انظر إلى الشكل التالي. عندما يقف المستخدم بشكل مستقيم في منطقة البحث، فإن كل خطوة يقوم بها للأمام تسمى الخطوة. وفي كل مرة ينتقل فيها المستخدم إلى اليسار أو اليمين تسمى الخط، أي ينتقل إلى خط مسح جديد. نقطة البداية، هنا يمكن للمستخدم تحديد نقطة بداية المسح ضمن المنطقة، وهناك خياران. يسار، تكون بداية المسح من الزاوية السفلية اليسرى لمنطقة المسح. يمين، تكون بداية إجراء عملية المسح من الزاوية السفلية اليمنى لمنطقة المسح. يمكن اختيار مكان نقطة البداية باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم الضغط على مفتاح OK. المسح، بعد الانتهاء من ضبط جميع الإعدادات السابقة تظهر للمستخدم شاشة تظهر الإعدادات المختارة عبر الخطوات السابقة، ويمكن الضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة اضغط مفتاح OK لبدء المسح لبدء عملية المسح فعليا. كيفية الاستخدام، بعد اكتمال الضغط تأكد من تجميع الجهاز تماما وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي وتأكد من أنك تمسك بالجهاز مثبتا بجسدك دون تحريك، ثم قف على نقطة صفر أو نقطة البداية في منطقة المسح واضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. حافظ على ارتفاع المسحة أثناء عملية المسح بثبات وفق مسافة ثابتة تقريبا عن الأرض. تأكد من تسجيل نقطة المسح عند كل نقطة بالضغط على زر البدء في حالة الوضع اليدوي قبل الانتقال إلى النقطة التالية. يجب مراعاة الحد الأدنى لمساحة منطقة المسح المستطيلة الشكل، حيث يجب أن تكون بأبعاد 3x3 متر على الأقل، ويفضل أن تكون أبعد منطقة المسح 3x3 أو 6x6 أو 9x9 مع الالتزام بمسافة 30 سنتيمتر بين كل نقطة مسح. في حالة وجود مساحة غير مساوية من الأرض، قم أولاً بتنظيف المنطقة وترتيبها بشكل مسطح قدر الإمكان قبل عملية المسح. تابع المسح خطوة بخطوة وفقاً لمسار المسح الذي حددته، اتجاه واحد أو تبادلي. بعد اكتمال كل خط من عملية المسح سترى تنبيهاً على الشاشة، يعني أنه يجب عليك بدء خط جديد للمسح. قم بتغيير موضعك إلى بداية الخط التالي ثم اضغط على زر البدء الموجود أسفل مقبض الجهاز. على الشاشة تظهر نافذة تضم شبكة من الخلايا حسب عدد الخطوط والخطوات المعينة سابقا. في الجزء الأيمن يمكنك رؤية معلومات حول الخطوة الحالية وخط المسح الحالي وقيمة رقمية للحساس أثناء عملية المسح. عند اكتمال عملية المسح سترى تنبيهان على الشاشة يفيد بأن عملية المسح قد اكتملت، اضغط مفتاح OK للخروج.
أثناء عملية المسح سترى تغير لون كل خلية من الشبكة حسب نقطة المسح الحالية وفقاً لألوان مختلفة. يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كان هناك هدف تحت أرض المسح أم لا من خلال لون كل خلية. فيما يلي شرح لدلالات الألوان. الأخضر أرض عادية أو تربة. الأزرق الفاتح فراغ صغير. الأزرق فراغات وكهوف مثل نفع. الأصفر قطع صغيرة من المعادن. الأحمر ذهب أو قطع كبيرة من المعادن. ملفات المسح. يتضمن جهاز ذاكرة لحفظ نتائج المسح على شكل ملفات. هذا يعني أنه يمكن للمستخدم فتح عملية مسح سابقة وإعادة عرض النتائج وتحليلها في أي وقت وحتى أثناء عدم وجود الجهاز في منطقة المسح الأصلي. يمكن اختيار خيار ملفات المسح من القائمة الرئيسية ثم الضغط على مفتاح OK فتظهر شاشة جديدة. تتضمن هذه الشاشة قائمة بجميع الملفات المحفوظة التي يمكنك فتحها ومراجعتها. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الملف المحفوظ ثم اضغط OK. في كل مرة يقوم المستخدم بتحديد ملف تظهر نافذة منبثقة تتضمن ثلاثة خيارات. فتح، حدد هذا الخيار ثم OK لفتح الملف المحفوظ. حذف، حدد هذا الخيار لحذف الملف الحالي. إلغاء، حدد إلغاء فتح الملف والعودة إلى قائمة الملفات. خيار خطوط الشبكة. هذا الخيار يقوم بإظهار أو إخفاء خطوط الشبكة التي تمثل منطقة المسح، حيث كل خلية منها تمثل خطوة مسح واحدة، نقطة مسح. اختيار خلية من الشبكة. استخدم هذا الخيار لاختيار خلية معينة من شبكة منطقة المسح ضمن شاشة نتائج المسح. بعد الضغط على رمز البحث استخدم مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح لاختيار خلية محددة. وللعودة إلى أدوات المسح اضغط على زر الرجوع. ملاحظة، يمكن للمستخدم ضغط زر البديل في كل خلية ليعرض قيمة النتيجة الدقيقة لكل حساس من حساسات MGS60 في حالة استعراض النتائج على شاشة الجهاز. تصفية الألوان. استخدم هذا الخيار لإخفاء أو إظهار اللون الأخضر والذي يمثل أرضاً عادية، وهذا مفيد في إظهار المناطق المفيدة من منطقة المسح التي تتضمن أهدافاً معدنية أو فراغاً. يعرض في أسفل شاشة نتائج المسح شريط معلومات يتضمن عدة حقول نصية تعرض معلومات عن الخلية المحددة من الشبكة تجعل تحليل النتائج أسهل للمستخدم. نسب الألوان. تمثل أشرطة الألوان الثلاثة الأحمر الأخضر والأزرق النسب المئوية لكل نوع هدف داخل الخلية المحددة من منطقة المسح. المتوسط. يمثل هذا الحقل قيمة متوسطة لجميع القيم في النقاط المكتشفة. العمق. عندما يتم التحديد على الخلية قيمة العمق سوف تظهر ضمن شريط المعلومات السفلي، ويمكن للمستخدم رؤية العمق في كل خلية بواسطة هذا الخيار. من ناحية أخرى تمثل هذه القيمة قيمة العمق في الخلية المحددة على شاشة النتائج.